اهلا بيكم متابعي فيتو في لايف جديد على الفيسبوك. احنا معاكم النهارده من شارع باب البحر. هنعرف معاكم مراحل وتطور صناعه العروسه الحلاوه والحصان، احد اشهر طرق وسائل المصريين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يمكن من العصر الفاطمي لحد النهارده. يعني شيء اساسي ان احنا لازم في ايام المولد النبوي نحتفل من خلال العروسه والحصان الحلاوه المزينين طبعا بالالوان والاخشاب والكلام ده. الصناعه دي ليها مراحل كتير وتفاصيل كتير جدا على مر السنوات شهدت تطور، ويمكن في حاجات ظلت ثابته زي ما هي هنعرفها من خلال الحاج علي العربي. ده واحد من اشهر واقدم صانعي العروسه الحلاوه في القاهره، لانه ورث المهنه عن جده وعن والده. هو هيتكلم معانا بشكل تفصيلي عن مراحل الصناعه والاسعار. هي الاسعار هنا بتبدا من 5 جنيه للعروسه لحد 120 جنيه، ده على حسب الحجم طبعا والزينه المتواجده عليها. يعني بيختلف شكل الزينه من نوع لاخر. الحاج علي بقى هيكلمنا عن تفاصيل الصناعه وامتى بداتوا الصناعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي علي فرج العربي، صاحب مصنع حلو العربي للصناعات الغذائية. المهنة ديت مهنة احنا تورثناها ابا عن جد. المهنة دي احنا تورثناها ابا عن جد، والمهنة ديت اصلا ما فيهاش حد حديث بيخش لانها مهنة قديمة. طريقة تصنيع العروسة والحلاوة الحصان، السكر ده بالنسبة لنا مادة صلبة، احنا بنحوله لمادة سائلة وبنحطه في القوالب المخصصة ليه. اللي هي سواء عروسة او حصان او سفينة بيتصب فيها. القالب دوت بيكون متشبع بالمية لمدة اسبوع واتنين، عشان كده بعد ما بنصب بنفضي القالب، وبعد ما بيفضل القالب المية دي بتساعدنا ان تطلع القشرة بشكل العروسة او الحصان الحلاوة. ماشي، اتفضلي. اول حاجه السكر بيتحول من ماده سائله للشكل دوت، ماشي. وبعد الشكل ده بيتاخد السكر بيتصب في القوالب زي ما حضرتك شايفه كده، ماشي. وبعد الصب دوت وطي يا ابني راس، يا ابني وطي راس نصين يا ابني، اعدل يا اسطى، مفيش حاجه كده يا اسطى. بعد كده بيتفضى بعد ما بيكون خد قشره حلاوه، ماشي. بعد التفضيه القالب بيتقشر من بره، ماشي. قشر قدامك يا اسطى كده، ماشي، فضي اللي قدامك. ايوه، قشر من بره كده، ماشي، بحيث ان القاعده بتاعته تبقى مستويه. بعد كده بيتنقل لمرحله الفك اللي هي هنا اهو. بعد كده بننتقل لمرحلة الزواق اللي هي بتبتدي ان العروسة اول حاجة بتلبس الفستان، ماشي، زي ما الاسطى محمد بيعمل كده، ماشي. هنا اهو على ايده اهو، هو كده بيلبس الفستان وبيحط الجريدة اللي هي هيبتدي يتشبك عليها الشغل. بعد كده اهوت الاسطى هنا بيلبس الكتفين. يا طارق، كتفين اللي هم دول، والزينه اللي على الوش، اللي على الوش دي الوان صناعيه مصرح بها صحيا، اللي بنعمل بيها جميع اصناف حلوى المولد، ماشي. واللي اصلا محطوط دوت ريكلام، ده بني شوكولاته غامق نوعه كمينه،
وده احمر رزباري نوعه كمينة. دي الوان صناعية مصرح بيها صحية. وطبعا زي ما حضرتك شفت العروسة جوه معمولة ازاي، سكر صافي، فما فيش مجال ان هي يبقى فيها اي حاجة غير كده. احنا طبعا بنبيع اللعب ديت على انها لعب مزوقة للزينة فقط، ولكن هي حتى لو اتاكلت ما فيهاش ضرر، احنا نفسنا بناكلها. بعد كده بنوصل لمرحلة التشبيك، زي ما مدام هدى بتعمل كده، هي بتاخد العروسة بتلبس لها الدبوسين زي ما حضرتك شايفة كده اهو، دبوس هنا ودبوس هنا معايا، وبعد كده هو بيركب الفضة. ادي التدبيس، بيدبس الكتفين وبيدبس المروحة اللي ركبت على الجريدة الاول، حط فضة هنا وهنا. كل عروسة ليها ذوقها على حسب حجمها، ده الحجم المتوسط اللي احنا بنتكلم عليه. في عروسة زي كده بنعملها فرنجي، ماشي، زي ديت اسمها فرنجي. الفرنجي ديت بتبقى لابسه فستان اكبر شويه، واخده شغل اكتر شويه، فيها بيكون سعرها في المتوسط يعني من حوالي 70 ل 100 جنيه. العروسه الافرنجي ديت دي ما كانتش موجوده زمان. زمان كل العرايس كانت اللي موجوده بمراوح، او موجوده عرايس بورد اللي هي الفرياله والنفعه. العروسه الافرنجي ديت دي يعني زي ما تقول دي طالع من رحمها العروسه البلاستيك. اما ابتدينا نعمل ديت، ابتدينا نعملها بتل زباين معينه اللي هتقدر ثمن التل. ابتدى بتاع البلاستيك دوت يجيب العروسه البلاستيك الصيني ويلبسها تل، ومن هنا طلعت العروسه البلاستيك. لكن العروسه البلاستيك ما نقدرش نقول ما اثرتش، ولكن مهما اثرت العروسه الحلاوه دي مش موجوده غير في المولد النبوي الشريف، مرتبطه بالحمصيه والسمسميه والفوليه. العروسه ديت يعني بهجة مولد النبي. اما العروسه البلاستيك دي موجوده معانا طول السنه وبنشوفها طول السنه، فهي ما فيهاش بهجة مولد النبي، مش مرتبطه بحلاوه مولد النبي، مش مرتبطه بذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. حصان زي ده مثلا مدينا الكتير اللي عليه دي تكلفته ممكن يشتغل عليه في وقت قد ايه؟ تكلفته وسعره؟ ده بيتعمل بعد ما بنشطب وبياخد وقت كتير، بس دوت مثلا بيبقى حد عنده مناسبه مولود جديد وعايز حاجه ما حدش شافها قبل كده، فاحنا بنحاول ان احنا نطلع له شغل اقوى من الطبيعي، ماشي. طبعا الحصان يعتبر يعني لغايه كده كمان يعتبر هو يعتبر متشطب، بس ممكن يتشطب احلى واحلى من كده كمان، وهو في نفس الوقت يعتبر نمره واحد البلد. في عروسه اللي على الارض ديت، دي العروسه اسمها النفقه. العروسه النفقه دي اللي كانت موجوده زمان، ام ورد، دي سميت نفقة لان كان لازم العريس يجيبها لعروسته قبل ما يتجوز، وطبعا بعد الجواز اكيد، ولكن ممكن عروسة زي دي ما كانتش موجودة، كان ممكن جوازها تبوظ عشانها، لانها من ضمن يعني من ضمن التراث القديم. انا بكلمك على حاجة موجودة عندنا في مصر من الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية ديت شوفي انت بقى لها كام سنة. نشأة العروسة والحصان الحلاوة اتنشأوا على ايد المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي دوت كان حاكم وعنده في العصر دوت فتوحات اسلامية كتيرة، وكان بيكافئ الجنود بتاعته ان هو اذا راحوا عملوا فتوحات ورجعوا منتصرين هو هيجوزهم. فكان بيتملي حفلات الزواج الجماعي للجنود بتوع المعز لدين الله الفاطمي بتتم في وقت المولد النبوي الشريف. كان في حاجه اسمها ديوان الحلاوه في قصر المعز لدين الله الفاطمي. ديوان الحلاوه دوت ابتدى يبتكر العروسه الحلاوه في المولد النبوي الشريف، ابتدى يبتكر الحصان اللي راجع منتصر من المعركه وشايل سيفه قدام منه في قوالب. طبعا الصناعة كانت عندهم بسيطة وعلى قوالب خشب اللي احنا شغالين عليها ديت، ولكن كان عندهم فن وحرفة مش موجود الابداع ده عندنا النهاردة. طيب لو هنتكلم عن تطور الصناعة بقى، في مثلا تطور حصل ولا انتوا لسه شغالين بنفس الصناعة دي؟ ما ينفعش نطور فيها بالذات لان ده تراث قديم. يعني انا حتى الحصان انا حاطط عليه العلم هلال وثلاث نجوم، علم الفترة دي، مع ان انا ممكن احط العلم اللي بعده، علم وحدة مصر وسوريا، علم مصر حاليا. الصناعة دي ما ينفعش تطور فيها، لان انت بتتكلمي على طربوش مثلا من بتاع ايام الملك، هنطوره هنخليه بزرارين مثلا،
فالتراث القديم تملي ما فيهوش تطوير. حاولت تدخله اشكال جديده غير حصان العروسه؟ طبعا احنا بنقدر نعمل مأذون، بنقدر نعمل من نفس العروسه الحلاوه ديت، بنقدر نعمل منها مأذون، بنقدر نعمل منها سفرجي، بنقدر نعمل منها واحد بيبخر، حاجات برضو لها علاقه بتراث قديم، مش حاجات اللي هي ان انا مثلا اعمل واحد لابس بدله وكرافات او اعمل حاجه حديثه. يعني انا اقدر اعمل موبايل مثلا، اقدر اعمل له قالب واعمل له موبايل، بس هل حد هيقبل عليه النهارده؟ دي الناس بتقبل على الحاجه اللي عينيها مش متعوده تشوفها وشايفاها حاجه قديمه. فاحنا ما بنحاولش نطور، احنا عندنا امكانيات التطوير، وان شاء الله باذن الله مكملين في الشغله دي، والشغله دي ما انتهتش. والبلاستيك بالنسبه لنا هو اللي موضه وراحت، مش الحلاوه هي اللي انقرضت، لان الحلاوه على فكره اذا كنا في القاهره هنا مصانع معدوده على الصوابع، لكن في الصعيد وفي بحري في مصانع بالالافات، بس ما بتعملش العرايس المزوقه بتاعتنا دي، بتعمل عرايس بيضة او حمراء وبتتباع من غير زواق، وهم وضعهم كده ودماغهم كده وتراثهم كده. زباينك بقى نوعيه الزباين هنا اللي بتحافظ على تراثه؟ عندي كل المستويات، عندي زباين في المقطم، عندي زباين في مصر الجديده، عندي زباين في الصعيد، عندي في الصف، عندي في التبين، كل الناس القديمه اللي عارفه يعني ايه عروسه ويعني ايه حصان بتحط الحاجه دي. هو النهارده فارش في وسط 10 فروشات ماشي، المميز اللي فيهم اللي بيحط الحاجه اللي مش موجوده عند حد كتير. الاسعار ديت اجتهاديه، كل منطقه بتبيع بسعر وكل مكان بيبيع بسعر. اما الاحجام فاحنا عندنا كل الاحجام. انا عندي حصان بالشكل ده، يا ريت الكاميرا تيجي معانا لحظه. عندي حصان بالشكل ده ماشي دوت، لو حبينا نشوف وزنه قد ايه، ده مثلا ال10 كيلو او ال11 واحد منه كيلو، فهو مثلا بيقف على البياع ما يكملش 3 جنيه. فاما الحصان دوت اصلا مش هقول لك يبيعه بخمسه ولا بسبعه، اما يحطه هديه فوق علبه الحلاوه هو كسب الزبون واشتراه. عندي عروسه نفس المنطق دوت، عندي عروسه نفس المنطق ده ماشي، واصغر منها كمان، في كده وفي يا استاذ محمد من تحت ايدك. طبعا برضو العروسه ديت العشره منها كيلو، فبرضو نفس المنطق، هي واقفه طب في اي حاجه بخمسه جنيه النهارده تلاقي عروسه حلاوه بخمسه جنيه. لكن الناحيه الثانيه لو بصينا على البلاستيك مفيش حاجه اسمها خمسه جنيه بلاستيك. العروسه ام 50 جنيه قد دي، ومش لابسه حاجه، لابسه شويه طول. طبعا مش ببخس حق حد، ومش بعظم في شغلنا، بس بنقول ان دي مش هتنتهي، وان دي ان شاء الله موجوده باذن الله وهتستمر. بالنسبة للحصان، الحصان تزويقه بيبقى أسهل من كده بكتير. طبعا الحصان ده صغير عشان كده بيتزوق كده، ده يعتبر حاجة اسمها ديك أو فرخة. عندنا أسد، عندنا قوالب. طبعا القوالب ديت مش على جديد، القوالب دي موجودة عندنا من زمان نظرا للظروف الاقتصادية، فبيجيب الواجب اللي هو حصان او عروسه، بس برضو احنا بنصب منهم على خفيف. وزي ما اتكلمنا قبل كده اهو، الحصان بيبتدي من هنا وبينتهي لغايه الحصان اللي انت شايفاه ده ماشي. وعندنا حصينه قد ده خمس مرات، ولكن طبعا ما اظنش هيبقى لها الجو والاقبال النهارده. عندنا حصان ممكن يبقى طوله لما يتحط على الارض يبقى متر حلاوه من غير الزواق ومن غير الورد ده، بس سوقه مش موجود النهارده. عندنا عروسه اسمها نفقه طولها اما تتحط على الارض جنب مني متر، بس دي طبعا زمان ما كانش فيه طاوله عرايس بتطلع الا لما لازم يبقى فيها العروسه النفقه دي. النهارده العروسه النفقه دي تكاد تكون محدش يعرفها، وتكاد تكون محدش بيطلبها الا اللي جاي عايز الحاجه دي مخصوص بنعملها له. تشرفنا بيكو، شرفنا بفيتو، وشكرا وكل سنة وانتم طيبين. زي على الابيض ولا زي ما سمعنا معاكم من خلال الحاج علي تاريخ العروسة وصناعتها ومراحل الصناعة كمان شفناها، وزي ما هو قال لنا الاحتفال بالمولد النبوي مرتبط بالعروسة او عروسة المولد المصنوعة من السكر من حوالي سنة 973. اه
هم اللي ابتدعوا صناعه العروسه الحلاوه، ومن الوقت ده لحد النهارده المصريين حريصين دايما على الاحتفال بالعروسه من خلال شراء بقى العروسه الحلاوه للابن او الابنه او للاحفاد كمان في المناسبات المختلفه. عرفنا كمان الاحجام اللي موجوده وعرفنا الاسعار واختلاف في الزينه، السعر بيختلف على حسب الزينه وعلى حسب الحجم او تكلفه كل عروسه يعني. في